مدرسة عريقة شغلت الرأي العام، وزارة الصحة تدخلت وكثرت الروايات والمعلومات حول ما حصل، واليوم نستعرض لكم التفاصيل الكاملة. يوم السبت 24 شباط، وخلال انعقاد التجمع الكشفي في مدرسة الجمهور، ظهرت عوارض تسمم حادة على 157 شخصاً من الكشفيين من مختلف الأعمار وفق مصادر وزارة الصحة. سباتشات بحث في خلفيات هذه الحادثة، وإذ تبين أن أصابع الاتهام توجه نحو شركة بيربل أونيون لتقديم الطعام في ذوق مصبح، التي قدمت وجبة العشاء إلى المشاركين في هذا التجمع، منهم من سجلت إصابته بالسالمونيلا. إلا أن الرواية الثانية تدحض هذه المعلومات، نافية أن يكون الطبق المقدم من الشركة هو ما أدى إلى هذه الكارثة الصحية. ففي العام المنصرم أمنت الشركة ثلاث وجبات لعدد مشابه من المشاركين من دون أي إشكال، غير أن التجمع طلب هذا العام من الشركة تأمين وجبة العشاء فقط، على اعتبار أن وجبة الغداء ستؤمن من مكان آخر، وهي كانت عبارة عن ساندويشات دجاج. وبحسب مصادر الشركة، فقد أوصلت 935 طبق أرز مع الدجاج إلى التجمع في تمام الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم السبت 24 شباط كما كان محدداً، وفي سيارة مبردة. ومن هذا المنطلق يستغرب المسؤول عن هذه الشركة خلال اتصال مع سباتشات التكتم المثير حول هوية مقدم وجبة الغداء للتجمع، ويؤكد حيازته على فواتير عرضت على وزارة الصحة تثبت جودة المواد المستخدمة في الأطباق التي قدمها، وهو جاهز لعرضها على الإعلام، لكن بعد صدور نتائج الفحوصات وإلى ذلك الحين يفضل التزام الصمت. هذه الاتهامات تنتظر ما ستعلنه وزارة الصحة بعد أخذ عينات من وجبة العشاء لفحصها، والتي صدر جزء منها اليوم بحسب مصدر وزارة الصحة الذي يكشف لسباتشات أن النتائج النهائية ستصدر خلال الأسبوع المقبل. بعد هذا الحادث الكبير يبقى السؤال عن قانون سلامة الغذاء، خصوصاً بعد تعيين رئيس هيئة سلامة الغذاء، فمتى يتم تفعيل هذه الهيئة حرصاً على سلامة المواطنين؟ سؤال يطرحه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله في اتصال مع سباتشات، ونطرحه بدورنا على جميع المعنيين.